قيمة ذاتي وموقع قلبك كتوبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال الله بشو عن أوين أكسن وحكا أصلا هيا هدي هذا دعوان إيسو إن هذا ماشن إيه كلك إيسو أو سبسكرايب إيسا أرتها هذي كلها الله إيه كلك ماشن هيقول دورين أد إيه أد إيه دوما سنتها بقول كيو بقول وحن ربعا قلبت إن التاريخ ير ومعنا إليه هاي ولاشن ميس حيس أي نوكشا كي نضدكنا نوسو قد بنا كل إيدكا الدنيا دو ووريكتو معالي والبنا وقتك كمارا أديك نص والله فمعنا معنا والبابا وقت العصب معنا العصب أيام معنا أيام أذوا على شاه أنت أبدي إذا أتكون رشاه أنا معنا كسته وقت العصب معنا العصب أيام على شاه معنا كسته وقت عصب أيام برتها أكو أقول يا أظهر وارد معنا نيد هذا أما مسكح هذا أنا معنا كسته معنا كتم بيسه وسيوي هنا نسا وقت أيام السيها ليلي بل ساعات ضد كقار ما يكسبنا حضبة حقيقة دي واحد يتقف قبل آدم كا أما ضدك حوض أقامان وقف عن يوران قنن أما قف عن هنغضة واحد على قف كست إن بيد التاريخ أو غتره أما تاريخ أسوي وين اكتنعته أما تاريخ أسوي واقف عنعته أما تاريخ أسوي حن غتره من عن الله هذا ليه أما تاريخ أسوي حن غتره مثلا ضدك قنن كبير هنبا هذا واحد على قفك إن ضدك أسوي سبره يين ضدك برتان وسجع أي برشيد سمعناه يو بعن أي تدكو هذا حطبا حقيقي وحاينو كتلنا مكرنا مسحيس وحان دي كرنا واقبان فنانا دا وايضو تدكا سبرتي تعلم تيجادنا فنانكا كو إماتي انكستوه حقيقي هدي اينو تاريخ دي دا هر اوغسو دادعانو انتو قدن بيسي اي تدكا بدنا اد او برتين او وحي اد او برتين ما داما يسكرسدين عوال آدم أبال هذا أنه يهي تيشيه فنكا أما حدك فنكا أموالي جيبا خاص الليل انت أمرك أنه قسو قدمناه ميسحيس فنكا ياكو لي رجاليي سيداي أغو صبيرتي واختيكو صبيرتي أيضو ما قسطني جرتا محاي فنكا بفاها مهوبي جيدا صوت معناه فنكا كلاهيد بفاها من دوغوه الرئيسة ميسحيس وأفر إيه صدح وأفر تن إيه صدح جير أفرتن إيه صدح شر صدح أرورة هاي صدح حضنا سنجل مادر ناو ناو ضنا وقال الله سنجل مادر وي أذيك أي فيرن هاي سنجل معنى اللي قامل حيقو اللي قامل حيقو أذيك أي فيسر مراوه حتى وصو شكوان سكرتا وي مضح بنا ينطا يس ناو وات هذي أي كاك دود هاي شكوان سو لبقى بيه يس تاسو وات معنى وقشنا كسي هذي هذي وي واحيكو سو بيرتي فنكا labadi kun toban iyo afartii waqtigaas oo ay Itoobiya joogtay ama ay jigjiga ka sii joogtay Itoobiya jigjiga joogtay waxa deegaanka ka dhisnaa xidigo ama fanaaniin waqtigaas ay dawladdu kicisay oo ay qarash gareysay oo ka mid ahaa dad badan ay ka mid ahaayeen xariir ka mid ahaa suldaan ka mid ahaa oo waxa jirtay laba team oo laba ma garanaysa laba kooxood ayaa ka jirtay Lisbon iyo maxal kale la jiray iyo koox kale oo magac kale leh macnaa Lisbon iyo Lisbon ya Lisbon iyo Lisbon ayaa la kala dhigay waxa ku soo biirtay fanka xilligaas waxa sababta ugu soo biirtayna wuxuu ahaa in maadaama fanka dhalinyaradu ay badanaa aad u xiiseeyeen ama kooxaha fanaaniinta ama dhalinyarada ama waqtiga dhaqantada aad loo tumi jiray muusiguna uu priyahaas aad uga kacsanaa jijiga ama fanka badhe uu aad uga kacsanaa waxaa jiray dhalinyarada taalantiga leh in lagu qori jiray hoolka sayidka la isugu imaan jiray oo dad badan halkaas laga qoray oo cala dhaanta u ka mid yahay dad badan ayaa halkaas imaaday oo laga qoray oo la soo tareen gareeyay oo la soo ogaaday in ay macnaha taalint leeyihiin ama ay heesi karaan waqtigaas ayada ah lagama lahayn in ay iyagu horumar gaaraan ama ay maratay ay iyagu macnaha ay faa'iido ama dan ay u noqotee balse waxa laga lahaa dano gooni ah oo dhalinyaradaas dano gooni ayaa lagu lahaa oo waxa laga lahaa in ay bulshada hanuuniyaan maadaama ay bulshadu waxyaabo badan oo dhibaato badan ay la daala dhacayso ayaa waxa laga lahaa danaha ah in bulshada
مواليان أما أما داليان أو فنكان لغو مواليو دادك بلشادة آدك أمدا دالين تري واحا كمدا ها نكا لو يقان أحمد بضل يا على دان ما إنك استو على دان تانو كدارين أحمد بضل أما قوحا فنكا دالين يرادة مركاز كودا فنانين تاهين بان تدو كديلا ولو مشغولين تري ما دام بلشادة أي وحياة بغن كعضونا خواسي وقال لأغين ودوينها يدد كلابا أينا أغين بلسي بلشادة حلقا كودا قاني ay ogta qaybtooda dibadda ku nool iyo qaybtooda dalka ku noolba waxa ka mid ahayd kuwii u heesi jiray xisbiyada ama maarta dawladda waqtiga halka ka jirtay ee dadka xukuntay inkastoo aanu ceeb ahayn kaliya aanu ceeb ku ahayn ee balse dad badan oo halkaas ee ku soo aanbaxay ama ku soo shaacbaxay oo fankooda halka ka soo bilaabay ay ka mid tahay waa idin ku ogtihiin oo kooxa fara badan oo fanaaniinta ka mid ah ayadu ay ka mid tahay mishiis wax aad loo bartay oo ma garanaysa dadku ay maartay aad u barteen marka ay soo qaadeen heestan aad macnaha adigu wax arkaysan awaal aad ay soo qaadeen xilligii 2000 iyo 20kii miyahay 2000 2010 iyo I don't know labada kun iyo waxa ahayd baan maleynayaa 18 tii meelaha saahay waxa kale oo mishiis ayada dabeecad qof macna qof dabeecad sidee ah weeyaan xaqiiqdi kulli markaan kulay macna qofku asaga iska bara ama ala barta mishiis ayada iska bartay oo xaqiiqdi waxa la dhigi karaa qof dabeecadiisu iska normal tahay iska qosol badan oo badana bashaash ah weeyaan balse aan la noolaan karin dadka qaar kuwada balwada leh inkastoo dadka balwada leh ay qof walba ku xun tahay inuu la noolaado balse waa qof aad iyo aad bashaash u ah qosol badan weeyaan xaqiiqdii ma rabo intaa ka badan inaan ku sii dheeraado walaasheen tan iyo tan kulma doona macnaha fideoga fideo lama waxa ka intaysaa iyo amaan alla xilaba iyo jinka hadda daawanaysa inaad subscribe qaadato maalin kasta wax cusub ayaad barataa oo kugu awoodiga aad horay u arag maana niyadaada ama maskaxdaadana maalin kasta maalin ka dambaysa waa ay sii weynaanaysaa waqti ayaana sii haleelaya balse haddii dadka qaar ma ay ogsoonaan haddaba xaqiiqdii waxaa jirta qofka bini'aadamka ama dadku ha wada aqaanaan oo qof aan ayuuna noqonin ama qof aan ah noqdo waxaa dhacda qof kasta inuu adduunyada taariikh uga tago ama taariikhdaas way wanaagsanaataa ama taariikhdaas waa ay fiicnaataa ama taariikhdaas waxay noqotaa mid caan oo la hadalayo ama taariikhdaas waxay noqotaa mid aan dadka aqoonin gabi ahaanba haddaba waxa dhacda qofka inuu dadka asagu isbaro iyo inay dadka bartaan oo isaga ay barashadiisa macnaha iyagoo u baahan ay dadku aadaan haddaba xaqiiqdii waxaynu ku tilmaami karnaa mishiis waxaan dhihi karnaa waa gabadh fanaanada oo iyadu dadka isbartay taalantigeedana fanaanka ku imaatay inkastoo xaqiiqdii haddii aynu taariikhdeeda hor uga soo dhaadhacno intii ugu dambeysay ayay dadka badanaa aad u barteen oo waxay aad ugu barteen maadaama ay iskuursadeen cawaale aadan cawaale aadanna uu yahay deeshii fanka ama xidigii fanka aan weligiiba hoos u liyeen inta marka aynu ka soo gudubno mishiis fanka yaa ku dhiirigeliyey siday ugu soo biirtay waqtigay ku soo biirtay iyadu meeqa sanay jirtaa maxay fanka mahubigeeda sababta macnaha fanka ay kala ahayd midda ugu horeysa mishiis waa 43 caruur haysataa haddana single mother ah now walaalahay single mother wey adiga ay fiirinahay single macnaha lagaama xigo adiga fiisan maraa hadda soo shukaansan kartaa way madax banaan tahay yes now waad haddii ay kaag dhowdahay shukaanso laba qabe yes taasu waa tabana waa qashnaan ku sii haddii aad ogeyn waxay ku soo biirtay fanka 2014 waqtigaas oo ay Itoobiya joogtay ama ay jigjiga kasii joogtay Itoobiya jigjiga joogtay waxaa deegaanka ka dhisnaa xidigo ama fanaaniin waqtigaas ay dawladdu
كعصي أو أي خرج كرئيسي أو كم ذا هذا الضغط أي كم ذا هايون حرير كم ذا السلطان كم ذا أو واحد كرتي لبا تيم أو لبا مقارنة سها لبا كوحد أي كرتي ليزبان يو محل كلا ليتري يو ما كوك هلا أو ما كلا له معناه ليزبان يو ليوبان يا ليزبان يو ليوبان أي لك ليتري waxay ku soo biirtay fanka xilligaas waxa sababta ugu soo biirtayna wuxuu ahaa in maadaama fanka dhalinyarada ay badanaa aad u xiiseeyeen ama kooxaha fanaaniinta ama dhalinyarada ama waqtiga dhaqantada aad loo tumo jiray muusiguna uu priyas aad uga kacsanaa jijiga ama fanka badha uu aad uga kacsanaa waxa jiray dhalinyarada talentiga leh in lagu qoro jiray hoolka sayidka la isku yimaan jiray oo dad badan halkaas laga qoray oo cala dhaanta u ka mid yahay dad badan ayaa halkaas imaaday oo laga qoray oo la soo train gareeyay oo la soo ogaaday in ay macnaha talent leeyihiin ama ay heesi karaan waqtigaas ayada ah laga malahayn in ay iyagu horumar gaaraan ama ay maaratay ay iyagu macnaha